طيب دكتور محمد، ما هو الحل؟ انا شايف الحل فيه ثلاث حاجات. الحل الاولاني حل سريع جدا، ان يتم الجلوس تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم مع بعض من اولياء الامور، مع اصحاب المدارس الخاصه، مع حد من المصلحين الاجتماعيين لحل هذه المشكله، ويسمعوا وجهه نظر الكل ويلتقوا على نقطه معينه. ده الحل اللي سريع جدا جدا عشان نبتدي بدايه جديده. ولابد ان يشعر صاحب المدرسه والعامل في المدرسه والموظفه وولي الامر انهم جميعا مصريين وعليهم مسؤوليه اجتماعيه، ومن يخالف القانون يحاسب ويحاسب بشده. ده الحل الاول. الحل الثاني، انا عايز اعمل حل سريع لكيفيه استثمار المدارس العامه في الفتره بتاعت بعد الظهر في عملها كمدرسه خاصه بعد الظهر لصالح التربيه والتعليم، تخدم بعض الاطفال مش قادرين يدفعوا. لو حسبتها بحسبه صغيره خالص، مدرسه فيها 1000 طالب، ال 1000 طالب متكدسين 50 طالب في الفصل، انا اقسم المدرسه دي خلي 500 الصبح و500 بعد الظهر، ال 500 اللي بعد الظهر يدفع الواحد فيهم 300 جنيه في الشهر زي اللي بيدفعه في المدارس في الدروس الخصوصيه. الفرق ده يتصرف منه جزء على اجور ومرتبات المدرسين بتوع بعد الظهر، والجزء الثاني تحسن بيها المدارس العامه الصبح اللي هي بتاعت الناس مش قادرين يدفعوا خالص. كده انا عملت تكافل اجتماعي بين مجموعتين، واعتقد ان في ناس هتوافق على كده كتير من اولياء الامور. الحاجه الثالثه والاخيره، يا ريت نبدي الفكره بتاعت الست سفير نور، اللي هو سفير نور، ان احنا ازاي نعمل لازم تتكاتف وزاره الاسكان مع وزاره التربيه والتعليم واعطائهم قطع اراضي، يتم عمل شركات مساهمه لبناء مدارس خاصه تابعه للحكومه اللي تحت اسم تجريبات تحت اي اسم تاني، بشرط ان تبقى مصروفاتها تبقى بالكوست بلس، التكلفه زائد عائد بسيط خالص، ويحظر تماما اي تبرعات او اي اضافات زياده غير القانون. وبكده احنا يعني يبقى حللنا المشكله على الاجل السريع الطويل والاجل القصير. دي وجهه نظري المتواضعه. طيب اللواء سفير نور، ما هو الحل لهذه المشكله في ضوء الإصلاح التعليمي اللي بنطمح إليه؟ أنا يعني هقول سؤال بسيط جدا. إحنا قلنا عندنا كم مدرسة؟ 48 ألف مدرسة؟ مش كده؟ تمام. 48 ألف مدرسة، والسيد الوزير يعلن ده غير المعاهد الأزهرية، غير المعاهد الأزهرية. ما أنا التعليم أصلا في التعليم، التعليم بكافة أنواعه طبعا. تعليم عام وثانوي وفني وأزهري. ميزانية، تصور الميزانية الكبيرة دي بتاعت ده كله بما فيها الجامعة كمان. هو الأزهري خارج وزارة التربية والتعليم. فإحنا يعني الأمور يعني يجي الوزير النهاردة بيقول لك أنا حطيت 14 مدرسة من 48 ألف، يبقى فين الإشراف؟ يبقى فين فين الكلام اللي الناس بتقوله؟ الحقيقة الناس ألسنة الناس ألسنة الحق، الناس قالت الحق، الناس بتتكلم. يبقى أنا مش 14 مدرسة، ده 14 ألف مدرسة يتوقف يوضعوا تحت الإشراف المالي والإداري. إنما أنا هتكلم على موضوع مهم جدا. أنا قلت لسيادتك على أنا حل المعاهد القومية، أنا كنت رئيس مجلس إدارتها اللي ما بعرف فيها. إنما ممكن الحل اللي أنا بقوله عن المعاهد القومية طبقه على مصر كلها. أنا جبت كلمت وزير الإسكان والمحافظين، وخدت منهم 50 قطعة أرض على مستوى الجمهورية من السادة المحافظين كلهم، بما فيهم كان سيادة المحافظ عادل لبيب اللي هو وزير، كان محافظ إنا ساعتها، خدت منه قطعة أرض فيه عشان المدرسة معاه قومية في إنا، خدت بالك؟ ووزير الإسكان والمحافظين ادوني الأراضي، وجبت رئيس بنك القاهرة ورئيس بنك مصر، منهم رئيس بنك مصر الموجود حاليا الراجل العظيم اللي موجود دلوقتي، وجبت بتاع الأبنية التعليمية، وجبت رئيس شركة المقاولين العرب كان سيادة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حضر معايا ثلاث اجتماعات في المعاهد القومية، وبدينا نعمل هنجهز سندات علشان نعمل اولاد اولياء الامور اللي عاوزين يقدموا المدرسه. انا قلت المدرسه تتبني في قد ايه؟ قالوا نبني المدرسه في 8 شهور بكتير سنه. قلت طيب انا اجيب اولياء الامور اللي عاوزين يخشوا مدرسه المعاهد القوميه السنه الجايه يدفعوا لي المصروفات دلوقتي وابتدي ابني. حل جميل قوي، ادي حل. ليه وزير التربيه والتعليم ما تفكرش في حاجه؟ اقعد مع ناس اللي زي حالاتنا نقول لك افكارنا يا سيدي، احنا مش عايزين منكم حاجه، احنا مش عاوزين من حد حاجه، وطننا مصر ده لازم نقف جنبه، مش منظره انا اتصور في الجرايد واطلع في التلفزيونات واقول وعملت النهارده امتحان الثانويه العامه، بكره نتيجه الثانويه العامه، النهارده دخول المدارس، طبعنا الكتب، الكلام ده كله احنا واخدين عليه من زمان. لازم نشتغل بقى ونوري الناس الشغل الجد، مش الناس تتلطم وتتبهدل على المدارس والست الارمله والاطفال اليتامى، مين يقف جنبهم؟ انا مش هتكلم اكتر من كده. انا بقول لسيادتك وزير الاسكان مع المحافظين تخصيص قطع اراضي، يقول لك ما فيش اراضي، لا مصر فيها اراضي، مصر فيها اراضي كتير قوي.
واذا ما كنتش اخصص واجيب رؤساء البنوك المحترمين رؤساء البنوك المحترمين ومحافظ البنك المركزي العظيم ده ممكن يقوم بدل الناس دي كلها، بالاضافه لهيئه الابنيه التعليميه، بالاضافه لمقاولين العرب وبعض الشركات المقاولات، مع اولياء امور المدارس الطلبه. انت عندي كم سنه، عندي كم طالب هيخش المدرسه دي؟ هتاخد 2000، باخد مصروفات ال 2000 والتبرعات وحاجات كتيره بتحصل. ابني على الاقل بدل ما ابني 5 مدارس اعمل 20 مدرسة. مزبوط مزبوط في السنه. ده اهم حل، وده الحل العملي اللي انا بقوله، وده صندوق يتعمل علشان بناء المدارس الجديده. وبعد كده يا جماعه، التعليم اولا وثانيا وثالثا. مصر لن تنجح بالامن، ولن تنجح بالقوات المسلحه، ولن تنجح بالصحه، ولن تنجح باي حاجه اطلاقا. التعليم، البني ادم المتعلم بيعرف يعني ايه يقرا تعليمات الصحه، اغسل يديك قبل وبعد الاكل. الانسان المتعلم يعرف ما ياكلش من حته مش كويسه، الانسان المتعلم ما يشربش السيجاره، الانسان المتعلم بيحافظ على صحته، الانسان المتعلم ما يعملش. التعليم اهم حاجه يا جماعه عشان مصر تتقدم، ونقف جنب السيسي الله يقويه ويسافر بالسلامه ويرجع بالسلامه، وربنا يحافظ لنا عليه يا رب. نقف جنبه ونفكر وما نعملش اوانطه عليه، هو ما بياكلش الاوانطه. شكرا. طيب مدام منى من القاهره. مدام منى اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حضرتك. ازيك؟ تمام الحمد لله. انا بعاني برضو من نفس المشكله بالنسبه للمصروفات. زادت برضو كل واحد 2000 جنيه السنه دي برضو. وعندي ابني ثانويه عامه، رفضت المديره تديني الرقم السري عشان ادخله في التنسيق، والمفروض ان انا اخد السنه دي اعفاء لوفاه الاب. دختي طبعا رئيس المعاهد القوميه وافق وقال اوكي حاضر انا موافق، وتروح واديها الرقم السري. رفضت المديره تدينا الرقم السري، وطبعا انا ربنا يعلم بيا ان انا عرفت ان انا اقدر اجيب الرقم السري عشان يدخل التنسيق الجامعه، كانت هتضيع عليه السنه دي خالص. رفضت تدي لك الرقم السري بتاع ثانويه عامه، وانا عامله مقدمه في المعاهد القوميه ان انا اعمل اعفاء لوفاه الاب، لاني عندي 3 وما قدرتش انا ادفع المبلغ كله، والمعاهد القوميه كانت في الموافقه. يعني عندك 3 والاب توفى وبيعاملوكي يعني بهذه، ما فيش العامل الاجتماعي ولا الانساني خالص. ولا انساني، ده هي انا كمان ابني تعبان اقول لها اديني الرقم، واتصل بيها رئيس المعاهد القوميه استاذ محمد هشام رفعت، قال اديها الرقم السري، ده حاجة انسانية، مفيش أي انسانية أقسم بالله. تقول لي ادفعي هديكي الرقم السري، ما دفعتيش مش هديكي أي حاجة. ما أعرفش. وطبعا أنا عندي السنة دي ثانوية عامة تاني وعندي إعدادية وما دفعتش. السنة اللي فاتت اللي هي بطالب بيها بالإعفاء، ودخت في الوزارة ودخت في كل مكان، ودخت في الإدارة التعليمية، وقابلت برضو مدير الإدارة ودوخوني والله العظيم، بقالي 2 شهر دايخة. ربنا يعلم بيا انا عامله ازاي. ما انت زوج حضرتك كان بيشتغل ايه يا مدام منى؟ كان ضابط شرطه. يعني زوج حضرتك ضابط شرطه وتوفي، وبتلاقي كل المعامله اللا انسانيه. كل ده والمعامله اختلفت، المديره كانت بتقعد باولاديها قبل ما بيخلص شغله الساعه 5 اقسم بالله، وتقول لي ولادك في امان ما تقلقيش، ولادك قاعدين معايا في مكتبي عشان بيبقى في عمال بره لغايه ما باباهم يجي، وكانت اي مشكله تتصل بيه. طب ما مدرسه ايه؟ ممكن نقول المدرسه ونحاول نشوف حل لهذه المشكله معاهم يعني. طب انا هقول لحضرتك، هسيب اسم المدرسه في الاعداد بعد اذنك يا استاذ وائل. طيب يعني عندك يعني اذا كان الناس طبعاً بتهدد كده، بس كمان يعني هنا يعني برضه انا كمان بأناشد وزاره الداخليه التدخل في هذه الحالات. ما نسيبش زوجات وارامل ضباط الشرطه اللي توفوا بهذا الشكل، يعني لازم اتدخل. يعني طبعا هنا احنا مضطرين ان كل نشتغل بالمنهج القبائلي للاسف، ان كل قبيله تحل مشاكل ابنائها لانه ما فيش منظومه اجتماعيه وانسانيه وتعليميه. طيب بالاضافه للافكار اللي قالها سياده اللواء دكتور كمال هنا، الحل ايه؟ انا امام منظومه متخبطه، ولا التعليم الحكومي نافع، وحتى التعليم الخاص في مشاكل
بهذا الشكل العائلات مدبوحة، ما هو الحل؟ حلول كتيرة. احنا اولا الحل العاجل والسريع هو منظومة إدارية واضحة ومحددة وشديدة الصرامة، وتنزل المدارس واي مدرسة مخالفة تتحط تحت الإشراف المالي والإداري فورا. ده على المستوى الوقت والآن. انا فاتني كمان ان انا اقول ان احنا للأسف الشديد ما ناقشناش واحنا مهمومين بالفلوس يعني أثر المدارس الخاصة على مفهومين من المفاهيم الحاكمة للحركة الوطنية المصرية، مفهوم تكافؤ الفرص والمواطنة، اللي مبقاش حد عارف مصيرهم ايه بقى في ضوء هذه المنظومة، اللي هي حتى وصل الأمر انها تضرب مجرد الأخلاق والنزاهة في الصميم. وطبعا يعني غني عن الكلام، انا مش عايز أؤكد انه احنا بنتكلم عن 6577 مدرسة، احنا مش هنصمهم كلهم بانهم فاسدين. انا اظن ان هم كمان بيستوعبوا من 12-13% من اولادنا، فهم ضرورة تنموية في الحقيقة ولا يمكن الاستغناء عنهم. ولكن بقى اللي بعد كده يحصل ايه، انا في رأيي انه لازم اللي يحكمها قانون من مجلس الشعب مش قرار وزاري. مجلس الشعب الجديد يحط قانون للمدارس، لانه القرار الوزاري بيخلي المخالفه اداريه، يعني اللي بيقول لك بدفع 5000 جنيه وما اخدش ايصال بقت مخالفه اداريه وهنخصم من الاخ اللي خده خلاص. لكن لما يبقى قانون وتبقى ديا عمليه نصب وهيتعرض فيها لقضايا نصب تبقى الامر واضح. مجرم. الحاجه الثانيه مجرم بشكل واضح ومحدد وبالقانون مش بقرار وزاري ينتهي الامر بخصم 3-4 ايام. فاحنا محتاجين ده، محتاجين حاجه كمان شديده الاهميه وهو الفصل الكامل بين ملكيه راس المال وبين الاداره والعمليه التعليميه. انا ابني مدرسه وماليش دعوه، مش هعين انا وانا اللي هاخد الفلوس في ايدي وانا اللي هوفر من الفلوس. فالفصل بين الرأس المال والاداره والعمليه التعليميه مساله اساسيه. وبعدين القانون اللي يطلع يحدد المكونات الماليه للانشطه اللي في المدرسه، بحيث يبقى واضح فيه ان مرتبات المدرسين بتستوعب قد كده، الكتب قد كده، الفصول قد كده، الانشطه قد كده، ويبقى الامور واضحه بهذا الشكل. طيب استاذ عبد الفتاح، استاذ عبد الفتاح اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضل. سعدت بمس عليكم على الموجودين. والحل بسيط جدا وتم تجربته من قبل في المدارس الخاصه في الغربيه. اتفضل. انا عندي صاحب مدرسه على دماغي من فوق وهفترض في الناس كلها انه مضاف حسن النيه. اعين له مدير مدرسه تبع التربيه والتعليم يبقى شغلته المالي. الثاني يبقى شغلته اداري، صاحب المدرسه شغلته اداري. التنسيق اللي بيتكلموا فيه ده اكون لجنه من الاداره التابع لها ويبقى التنسيق عن طريق الاداره. يبقى هو كده بعدنا عن موضوع المالي، اذا كان الراجل كويس مش عايز يبقى جشع وحلول الناس ديت ما بدتش فلوس على دماغنا من فوق. اللي هيشرف على الناحيه ديت مدير مدرسه معين من قبل التربيه والتعليم يبقى هو المختص بالحاجات الماليه. ارجع تاني لموضوع تاني اللي هم بيتكلموا فيه بالنسبه للامتحانات والكلام ده كله. انا في الامتحانات اخلي مدافع غير وزاره اساسا عايز حد يشرف عليه، تلاحظ وتراقب في موضوع الامتحانات. يبقى انا كده رضعت موضوع الشبهات وخلصت عن المشكله. ودي جربناها قبل كده في الغربيه، كانت احدى المدارس الخاصه بياخد فلوس الانشطه ويتلاعب بيها وبعدين تيجي تديله كده اجهزه ايه كلام فارغ لانه ما كانش فيه. فقبوله مدير ما مدير مدرسه تبع التربيه والتعليم وهو بقى يشرف اداري بس، والمدير شغلته يشرف على الناحيه الماليه. ده حل بسيط وسهل ويقضي على المشكله من جذورها. انت صاحب مدرسه على دماغنا من فوق، اشرافك اداري على مدرستك وانا هشرف على النواحي الماليه. ده حل سهل وتم تجربته من قبل. طيب ده اقتراح استاذ اسماعيل تنوب عن اولياء الامور الذين شكلوا تجمعا للاحتجاج على ارتفاع مصروفات المدارس الخاصه. ايه شايف الحل ايه؟ اول حل احنا عايزين نعمل منظومه في مصر، منظومه للمراقبه على الفاسدين. مشكلة الفساد عندنا في مصر مفتعلة في كل القطاعات، تعليم، صحة، كل حاجة. فلازم يبقى في منظومة تراقب
الموضوع دوت. واحنا الضغوطات اللي احنا عملناها، احنا اخذنا قرار بعد ما كانت الادارات التعليميه هي بتعمل اعاده تقييم القانون الجديد اللي هو 420 اللي سياده الوزير عمله، خلى ان قرار اعاده التقييم ده يرجع له هو شخصيا بعد ما الادارات التعليميه تقدم. ومشكلتنا برضو احنا في الادارات التعليميه ان ما فيش شفافيه. احنا كل اللي عايزينه من الوزاره ومن المدارس انه في شفافيه، اخش المدرسه اشوف اللائحه الداخليه بتاعه المدرسه تستوعب الفصل كام تلميذ، مصاريف المدرسه قد ايه، الانشطه فيها قد ايه، ثمن الكتب قد ايه. هو دوت اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بندور عليه، بندور على الشفافيه والنزاهه ومحاربه الفساد في قطاع التعليم. احنا دلوقتي بنتكلم على المصاريف، احنا يعني في خطتنا الجايه هنتكلم على جوده التعليم والمشاكل اللي بتحصل، بس احنا دلوقتي مركزين على موضوع المصروفات عشان دوت يهم كل البيوت المصريه والمشاكل اللي فيها بين اولياء الامور والمدارس وتهديدات اصحاب المدارس لاولياء الامور، وده اتكلمنا فيها ونزل القرار بعدم فصل التلميذ من المدرسه حتى لو ما دفعش المصاريف لمده سنتين ما يقدرش يرمي له الدوسيه بتاعه. ده قانون التعليم الجديد اللي هو 420 نص بكده، ونص ان المدرسه تعمل اعاده تقييم بعد 5 سنين، بعد ما كان في القرار الاول كل سنتين عن الاداره التعليميه، دلوقتي 5 سنين، وعن طريق وزير التربيه والتعليم، بعدا عن الشبهات طبعا الادارات التعليميه والواسطه اللي بينها وبين اصحاب المدارس، وكان الادارات التعليميه دي شغاله مع اصحاب المدارس الخاصه مش شغاله تبع الوزاره. وفي القرارات اللي احنا اخذناها دلوقتي احنا بنحاول نطبقها على المدارس الادارات التعليميه. وفي دلوقتي مرحله برضو تطهير الادارات التعليميه، ابتدينا باداره النزهه ودلوقتي داخلين برضو اداره مدينه نصر والقاهره الجديده، اللي احنا عملنا اسبوع الضغط على الادارات التعليميه الاسبوع اللي فات عشان نعرف يعني نحط ايدينا على نقطه الموضوع. احنا بنروح المدرسه يقول لك انا ماشي قانون ومعايا موافقات، نروح الاداره التعليميه يقول لك ده معاه موافقات، الوزاره تقول لك لا القرار هيتنفس، المدارس تقول لك خلي الوزير ينفعك. بتوجه اليكم جميعا بالشكر، طبعا لن تنهض اي امه الا بالتعليم، وطول ما هذه المشاكل موجودة وهي مشاكل تتعلق بأهم قطاع في من قطاعات الدولة وهو التعليم، أعتقد كمان بأنه عملية النهوض والتقدم نضع أمامها المزيد من الألغام، لكن أثق بأنه سننزع فتيل هذه الألغام ونحاول حل